خير عليكم البنات كثيرين، شباركم الصباح هذا؟ يلاه جبنا فطور، حنا كنوجدوا فيه في الطبيله، يلاه كنصيبوا قهوه. اليوم فيديو جديد ونهار جديد معايا، غادي ندوزوا معايا هذه الوقيته هذه، نتلاقى بصاحبتي ان شاء الله ونخرجوا كاملين ان شاء الله وتشوفوا كيفاش غادوز هذه الاجواء. صاحبتي هي ساره اللي كتبان لكم فوتو ديالها هنايا، غادي نحطها لكم تما، غادي نخرجوا نتلاقاو ان شاء الله جدي وماماها، وان شاء الله انتم تدوزوا معايا هذا النهار هذا كيف ما قديتوا تخدموا معايا. يلا فرجه ممتعه. البنات اللي كيسولوني على الشده كيفاش كنشده، راه ساهله ساهله، حيت شحال من وحده كتقيس انا نسيتي ما شاركتيش معنا الشده. انا وريكم البنات، صافي كتشدي فيليل، كندير جهه قصيره وجهه بحال ما هكا طويله طويله، صافي كنشد هاد الجهه هادي باش ما كتجيش هنايا مخنشه، كنديرها هكا حتى نجي زيده جل. صافي الا كان عندي غيبقى بحال ما كاريان، كنشد هاد الزيف وكنخليه هكا مرخوف وكنشد هكا وكندورو من هنا صافي. و الا كان غيبقى عندي ما اريانش كنشد الزيف هكا وتندير ليه هكا صافي وتنخليه هكا، ساهله ماهله هادشي اللي كاين. البنات حنا بحوايجاتي غداير انا وسهام اختي وماما، لبنه اختي ما قدرتش تمشي، وليداتها بنات فين باغيين يمشيو غديهم، وبابا راه حيت حنا كنينا العيالات صراحه ديما كنهضروا غير في التليفون، واليوم قررنا نتلاقاو، عمرنا ما تلاقينا مباشره حيت بحكم هي ما كتهبط المغرب في واحد الايام وانا كنهبط المغرب في واحد الايام ما كنتلاقاوش. وصافي دابا قلنا غادي نتلاقاو مع بعضياتنا ونخرجوا، وحنا غاديين كاملين مجموعين. يلا نتلاقى معكم من بعد ملي غنوصلوا. دابا غنمشي عند سيدي بوزيه، كانت غتجي حتى لعندي بالطوموبيل، ولكن قلت لها غادي نجي انا لسيدي بوزيد ونتلاقاو في واحد القهوه، راه نعتات ليا القهوه اللي غادي نتلاقاو فيها، صيفطت ليا في ميساج قالت لي نتلاقاو في هذا الكافي اللي كاينه في بولفارد طيمه زرقطوني وقيله بحال ما هكاك سيدي بوزيد، سميتها كافي بورتيماو، تما فين غادي نتلاقاو ان شاء الله، غتجي حتى هي مع ماماها وصافي وهانتوما معنا تنتلاقاو تما ان شاء الله. يا البنات حنا وصلنا القهوه، وليدات معنا ساره، صراحه ساره راه قالت لي بلاتي واحد شويه، ولكن انا ما عرفتش صراحه واش غنتعطل عليها واش غيحطنا الطاكسي بعيد ونزيدو على جلينا واش هادي. المهم هضرت معها في انستغرام، المهم عندها واحد الغرض خاصها تقضي عاد غادي تجي، هادي هي القهوه اللي قالت لي بورتيماو، راها انفاس مع البحر وكاين هاد البلاصه ما كيعوموش فيها فيها غير الحجر، كتشوف فيها كل الهواء زوينه، هي قالت لي القهوه كتجي لها بزاف. فين ساكنه؟ وقيلا اونلاين بلا كود ياك؟ كود صافي الدريات حنا غادي نضمو نديرو شي حاجه نشربوها انا وماما وسهام بما جات. المهم غادي نشوفو شي حاجه نشربوها، ماما كتقولك انا ما عندي ما نشوف، بغيت غير الليمون ونشوف شنو عندهم. صراحه ما كاين ما احسن من كابوتشينو هاد الساعه، تجي ساره ونعاودو نعزلو عاوتاني شي حاجه. عندهم حتى الماكله، هانت الكوتي، هادو لي كوكتيل، مشروبات سخونه والفطور، عاد هنا العشاء وداكشي من بين هادي، تكون شي حاجه زوينه هاد البلاصه هادي. المهم نعزلو حنا شي حاجه وانتم معانا. شكون اللي قال لك انا نجيك تاني؟ شكون اللي قال لك انا نتيق تاني؟ شكون اللي قال لك انا نجيك تاني؟ شكون اللي قال لك انا نتيق تاني؟ احنا باقيين جالسين في القهوه، جات عندي صاحبتي ساره، ها هي ديري اليوتيوب ماما هي كتغدى هي وليداتها، جات هي وماماها عندنا. المهم حنا باقيين باركين مجمعين دوموندات البوتي، هذا كنت اختي ولا غدا؟ كنت ولا غدا اختي؟
انتي بايا واحد يكون دمه بارد ساكت ما جابت غلطي ما يدويش تلعبالي هالعشرة ما يعودش الهدرة يكون راجل مرا بالزف على درويش اللي قال نحبك يكذب عليك اقهرتونا ببغيني نبغيك في الاخر تقولوا تحد ما يستاهل ديما تتقولوا الحب ماشي سهل صافي صافي اسكت حتى كلمة صافي 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 كان قلبي معك صافي واليوم تغير كل شي روحي ما باغي تمشي واليوم تغير كل شي صافي 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 عمل لك فولو في تويتر مباقي كان في فيسبوك نجاوب احسن انا يتخنعت واحد مول الحلوى كيبيع كاع انواع الحلوى ورخيصه بزاف بزاف. البنات صافي من اللي تفرقنا قبيله مع ساره ورجعنا جينا الدار تحينا واحد شويه خرجت ماما ولبنا سبقونا بقيت انا وسيم كنشارجيو التليفونات كنشارجيو التليفون خوالينا خوالينا هذا جهدنا معاكم ايوا صافي وبقينا كنتسناو فيهم تتشارجو حنا دابا عاد غاديين عندهم انا وياها والبنيات البنوتات غادي قالك البنات تديهم لواحد التصميمه كويك غادي نقلبوا عليها الا عرفناها غنديوا ليهم ما عرفناش ما عندنا ما نديروا واحد الاخت قالت لي ديهم الكويك حدا المرصة يلعبوا كيديروا شي حاجه بالليل المهم حنا غادي نشوفوا غنقلبوا حنا ما عارفينش المهم ساره راه الا طلقها الحال غادي تجي عندي ونخرجوا انا وياها ما تلقاش الحال ما غاديش نخرجوا المهم انتما معنا اللي درتها انتما معايا بوعو البنات المهم البنات انتم كتشوفوا وصلنا دابا الكويك ها انتم مش منش اوه خلعتيني اصحاب بصك عشي كلب وحق الله المهم البنات غادي ساعة عقنية كوناين حنا غادي دابا الكويك نشوفوا نضربوا دويرة تما نشوفوا شنو خن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 
حنا جلسنا دابا في كويك باش ناكلو. هيا بركه معايا بنت اختي كنت عشانا وياها فوق الطبيله. هذا خديتو النور ماني وصافي خدينا هكا العائله راه فينا هما مجموعين. انا ماي بويا راه باغا الفريت عزيز عليها الفريت. صافي غادي ندوزو دابا نتعشاو وها نتوما معانا البنات. حنا باقيين كنتعشاو ماما. ماما ها الدنيا كلها اخواتي راه ما فينا راسي موقفه كتهضر التليفون. ماما تقول عمتي كنبغي نجيبه هنايا باش ناكلو داك الهامبرغر ديال الحوت وداك الشيء ليه. كتقول كان ما عنديش ما هادشي. ماما كيجي كتش ماما عجب. ماما كتقول كلشي زوين كتعيب والو ما كي ما كتديرش كتقول حتى حاجه لا. المهم حنا كنا كنتعشاو حقا تحيه لواحد الاخت سميتها ايمان ساكنه هنايا في جديده تلاقات معايا عند الدخله ديال كويك سلمت عليا كنشكرها بزاف بزاف. كي دايره اختي ايمان لاباس عاود نسلمو من جديد وجديد. شكرا بزاف حيت جيتي سلمت عليا. الله يخطيك كنشكر كل واحده فيكم الله يخطيكم. يلا عيطت عليا ساره كانت غتجي عندي بالطوموبيله الساعه ما جاتش عندها الطوموبيل ويلا اتصلت بيا وما قدراتش تجي. صافي بلا ما تجي يعني بلا ما تجي في الطاكسيات ولا شي حاجه.
صافي حنا تعشينا غنمشيو مازال نزيدو نتمشاو ونمشيو للدار ان شاء الله باش نرتاحوا. وغدا الصباح ان شاء الله غير غنفطروا على برا وغنشدوا الترين، غادي نشوف اش من ترين غادي يمشي دابا باش غنمشيو فيه. يلا هانتوما معانا. يلا يلا.